وللحديث ونقاش صراع الميليشيات على المناصب واستمرار حالة الفوضى من أجل نتائج الانتخابات، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الصحفي والباحث السياسي السيد نوري حمدان. مرحبا بك معنا سيد نوري. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لك وتحياتنا لجمهوركم. حياكم الله. كما تلاحظ وبحسب مجلة فورن أفيرز قالت بأن العراقيين فقدوا الثقة بالعملية السياسية وبنهجها الطائفي، وعلى الرغم من ذلك هناك إصرار وصراع بين الميليشيات والأحزاب المختلفة على نتائج الانتخابات التي لم يشارك فيها أكثر من 12% من الشعب العراقي. بماذا يمكن تفسير ذلك؟ نعم، بداية يعني الحقيقة أنه العراقيين عزوفهم ورفضهم للعملية السياسية التي باتت واضحة جدا هي مبنية على المعيار الطائفي أو على بشكل طائفي ومحاصصة طائفية، وهذا رفض وبشكل جلي وواضح من 2018، يعني بانتخابات 2018 بشكل دقيق جدا، وكذلك حتى الانتخابات التي زعموا بأنها هي مطلب للجماهير، ولكن هي قلناها مرارا أنها هي حل لمشاكل داخلية هم يعانون منها، يعني الصراع الذي يتصارعون فيه حول المناصب والمكاسب السياسية، بالتالي هو هذا يترجم أو يفسر لماذا هم مصرون على الاستمرار بالرغم من الشعب رفضهم بشكل واضح. نعم، بشكل واضح عندما قاطع الشعب الانتخابات هو رفض تام وكامل لهذه القوى السياسية أو هذه الأحزاب بكل أشكالياتها اللي مدعومة بميليشيات وغير ميليشيات، كل ذلك هو واضح جدا. هم ليش مصرين على الاستمرار والاستحواذ على السلطة؟ الغرض من عندها يعني التمكن من السلطة، هو الغرض من عندها الاستحواذ على الثروة، على المال العام، على مقدرات الشعب، ولا ماذا تفسر هذه السنوات التي مضت وهم لم يقدموا شيء لشعبهم، لا خدمات ولا يعني أبسط الخدمات اليوم ما جاي يعني المواطن يلقاها. فهذا تفسير واضح، هم كل حرصهم للمشاركة في الحكومة مو في الانتخابات، ولا يكون نائب لو ما يكون نائب، هو لا يريد، يسعون للحصول على المناصب حتى يتمكنون من ثروة البلد وبالتالي يوظفوها لمصالحهم الشخصية والحزبية. نعم، وهذا واضح في أن الصراع اتخذ أشكالا شبه دموية إنجاز التعبير من خلال الهجوم على منزل الكاظمي، والذي ما يزال يلقي بظلاله على الأحداث وارتباطها بنتائج الانتخابات الأخيرة. لكن إلى أي مدى يمكن القول بأن الرسالة وصلت من إيران وميليشياتها للكاظمي وللأطراف التي تتحالف معه كي يعني يعود وزيرا أو رئيسا للوزراء في المستقبل؟ هي الرسائل عديدة وأشكالها مختلفة وكلها وصلت، وهو يعلم الكاظمي وغير الكاظم يعلمون جيدا موقف إيران وموقف يعني التابعين لإيران في العراق من حكومة الكاظمي ومن استمرار الكاظمي، وحتى من طب هنا بس لابد من وقفة سريعة، أنه الصراع مع الكاظمي ليس صراعا من أجل الوطن، ليس صراعا من أجل الإنقاذ البلد من هذه الأزمة الطائفية. الكاظمي هو اليوم يشكل حكومة جاءت أيضا بنفس الطريقة، هو جزء من المحاصصة وليس هو غريب عنهم، ولكن هذا الصراع يعني ما بيناتهم للسيطرة على قوة السلاح، على قوة الدولة، فهذه الرسائل موجودة وهم لا يترددون عن إعلان عنها. هسه مثلا إذا كانت إيران رفضت، استنكرت الهجوم على بيت الكاظمي وكذلك حتى القوى، بل هي حتى استنكرت الواقعة سيد نوري وعرضت المشاركة في التحقيقات يعني والبحث عن الجناه. نعم، هو فعلا، وحتى الذين هم متهمين بهذه الحادثة أو بارتكاب هذه الحادثة أو الجريمة هم أعلنوا استنكارهم وطالبوا بالتحقيق
حتى يبين لهم بأنهم هم أبرياء. ولكن موضوع التحقيق هو يعني أيضا يفتح أبواب جديدة للصراع، يفتح مماطلة، يتسع الحوار في المفاوضات أكثر في موضوع تشكيل الحكومة. هو هذا الهدف الحقيقي، تشكيل الحكومة المقبلة، من يكون له الحصة الأكبر في هذه الحكومة، من هو يكون يعني رئيس الوزراء، هل يتمكن الكاظمي من سعيه للتقرب إلى التيار الصدري وزعيم التيار الصدري يتمكن من الحصول على نعم، المنصب مرة وهنا يأتي السؤال عن قراءة زيارة الكاظمي لمدينة الصدر، ما الرسالة؟ يعني كيف يمكن قراءتها الآن في هذا التوقيت؟ شوف انظر، هو مدينة الصدر أو الثورة هي منطقة كتلة بشرية كبيرة، بمعنى أنه كتلة جماهيرية انتخابية شعبية كبيرة، لأنه أعداد سكانها كبير جدا. فكل سياسي يفكر بطريقة يريد يكسب بيها يعني ويقوي موقعه لازم يفكر بهذه المدينة في بغداد، لأنه تشكل ثقل شعبي، تشكل ثقل شعبي وقوة تصويتية. هذا جانب. الجانب الآخر هي يعني المدينة محسوبة سياسيا واجتماعيا على التيار الصدري. نعم، هسه ايش قد محسوبة نسبيا، هاي هم خلاف، لأنه هي المدينة مو كلها بالمناسبة يسيطر عليها التيار الصدري. نعم، هنالك قوى سياسية أخرى يعني موجودة ونافذة في هذه المدينة، في هذه المدينة. نعم، ولكن هذه الصبغة هي تشير إلى أنه هذه المدينة هي محسوبة على التيار الصدري. وحتى المتحدثين عندما سياسيين او غير سياسيين يقولون هذه مدينة الصدر ما بها خدمات، ما بها ما اعرف شنو، راحوا هم غسلوا الشارع مال الفلاح وزرعوا لهم شم شجرة وقالوا احنا نظفنا المدينة نعم، وراح تنطلق حملة اعمار لهذه المدينة. يعني اذا صح القول ما هكذا تورد الإبل. يعني الناس فاهمة اللعبة، يعني هذا الموضوع بعد ما يتمرر على الناس بهذه الطريقة. نعم، وبطبيعة الكاظم الحال لا يمكن التغطية على كثير من المساوئ ببعض الأعمال والحسنات البسيطة التي تهدف لتحقيق بعض المكاسب. سيد نوري، اسمح لي بسؤال أخير، في ضوء كل هذه المعطيات التي تحدثنا عنها، كيف ترى حظوظ الكاظمي بولاية جديدة إنجاز التعبير؟ حتى الآن المساعي، يعني لا أخفي لك هنالك معلومات تشير أنه مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لإقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأن يستمر الكاظمي بدورة أخرى، ولكن لحد الآن لم تحظى هذه المساعي بقبول أو نجاح أو وصول إلى اتخاذ قرار، لأنه الموضوع صعب مع الجهات الأخرى. الأطراف بشكل عام قد يكون الجانب الكردي لا يعني مو صعب عليهم، الموضوع سهل أسهل بالنسبة لهم، نعم، ولكن هنالك أيضا طرفين شريكين في العملية السياسية، الأحزاب الفائزة السنية ودولة والكل القانون، يسعى إلى تقاسم هذه الكعكة أستاذ نوري حمدة. نعم، يسعى. أشكرك. وهذه المرة من الصعب جدا بقاء الكاظمي بالنسبة أشكرك لهم. جزيلا سيد نوري حمدان، الباحث والسياسي والصحفي من إسطنبول، شكرا لك.